معانا ضيف دلوقتي احد جنود الجبهه اليمنى اللي حققوا بطولات افريقيه في كل مكان في مصر وبره مصر، احد اللاعبين اللي لعبوا في اكتر من مركز الحقيقه، وبيطلق عليه لاعب تكتيكي لدى المدير الفني. بيتميز بسرعته، رحل في فترة عن الأهلي لكن بيجتهد ورجع للأهلي مرة تانية بمستواه. النجم السابق أحمد صديق، برحب بيك لتاني مرة، لتاني مرة في البيت الكبير. شرف ليا، وده بيت يعني أكيد. البيت الكبير، بيت الأهلوية كلهم، وانا سعيد بوجودي معاكم النهارده. شكرا ليك، احنا اسعد. منور يا ابو حميد، وزي ما انت بتقول بيتك ومنور، وان شاء الله باذن الله يعني كل ضيف يجي لنا نقول له يا رب ان شاء الله تكون موجود معانا ان شاء الله يوم 6 نوفمبر بعد ما ناخد الكاس ان شاء الله. يا رب يا كابتن، كلنا مستنيينها وان شاء الله متفائلين باذن الله. ان شاء الله متفائل ان شاء الله يعني. باذن الله يا كابتن، ان شاء الله متفائل جدا ان شاء الله. اسباب التفاؤل ده جات لك امتى وحسيت بيها امتى يعني؟ مش عايز اقول من بدايه البطوله، لكن كل ما بنعدي مرحله او بنعدي مباراه بنتيجه كويسه واداء كويس الواحد بيطمن اكتر يعني، وخصوصا المباراه الاخيره كمان الحمد لله مبسوطين منها جدا. مباراه سان داونز مباراه من المباريات اللي حسستك ان انت اقرب جدا للبطوله، بالرغم من ان احنا لسه مش عارفين هنلاعب مين في النهائي، بس يعني على الرغم من كده انت برضو متفائل ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله احنا متعودين. مش مشكله اللي يجي في سكتنا، اللي هيجي في سكتنا هندوس يعني عليه باذن الله. بالاخر زي ما بنقول كده واحنا نازلين، اللي هيجي في سكتنا هندوس عليه ان شاء الله. ان شاء الله يا كابتن باذن الله. ان شاء الله.